بسم الله الرحمن الرحيم، يتجدد معكم الموعد أعزائنا المتابعين والمشاهدين، وحديث عن المنتخب المصري واستعداداته القادمة قبل كأس الأمم الأفريقية. يمكن كلنا تابعنا، واللي ما تابعش عرف تعادل منتخب مصر مع منتخب النيجر في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، اللي الحمد لله ضمننا التأهل إليها بسبب يعني أو بحكم إن إحنا الدولة المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية. يمكن كنت اتكلمت مع حضراتكم على أداء المنتخب المصري في هذه المباراة، وقلت ميزة عند مستر أجيري اللي خاض 5 مباريات مع المنتخب، فاز في 4 والتعادل في 1، إن الراجل هو وهاني رمزي بيدور على البديل المناسب اللي ممكن يعتمد عليه في كأس الأمم الأفريقية. هو شايف إن بقى عنده قوام أساسي، لكن القوام الأساسي ده محتاج يكون ليه بديل لا قدر الله في حالة الإصابات، ومحتاج يكون فيه تطوير لبعض أداء اللاعبين. علشان كده شفنا بعض اللعيبة اللي اعتمد عليهم، وده كان مهم جدا في مثل هذا التوقيت قبل كأس الأمم الأفريقية، كمان عشان يدي راحة لبعض العناصر الأساسية. المنتخب تعادل مع النيجر 1-1 في مباراة متوسطة المستوى، اللي أنا قلت كان فيها بعض المميزات مثل إشراك بعض العناصر، التأكد على جاهزية تريزيجيه، كمان عمرو السولية، يعني أحمد أيمن منصور، بعض العناصر شاركت، عمار حمدي، الشناوي صد ضربة جزاء ده له الثقة، وبالتالي كل الدعم للجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري وهاني رمزي وأحمد ناجي في الفترة الجاية. المنتخب على طول سافر إلى نيجيريا، والجهاز الفني فضل راحة اللاعبين خوفا من الإرهاق. على طول المنتخب عنده مباراة ودية يوم الثلاثاء القادم في 6 مساء مع نيجيريا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، يوم الثلاثاء القادم، أيوة في 6 مساء، ودي برضو هتكون مباراة مهمة. خلاص الحمل العصبي والفني اتشال من اللعيبة، وهتكون مباراة ودية، فحلو إن اللعيبة تلعب بالأريحية وتلعب بلعبها وتتعلم، ويكون في جمل تكتيكية يتم دراستها والاستفادة منها قبل كأس الأمم الأفريقية. مرة أخيرة، كل الدعم للجهاز الفني، ويجب على الجميع مساندة مستر أجيري والجهاز الفني بالكامل واللاعبين قبل كأس الأمم الأفريقية. طيب لو بنتكلم على كأس الأمم الأفريقية، خلاص المولد انفض خلاص، والفرق الحمد لله تأهلت 24 منتخب، ويمكن كان الجميل إن في 3 منتخبات اتأهلت لأول مرة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، اللي هو منتخب مدغشقر ومنتخب بوروندي ومنتخب موريتانيا. الثلاثة دول أول مرة يشاركوا في كأس الأمم الأفريقية، منتخب مدغشقر، منتخب بوروندي، ومنتخب موريتانيا. خلاص التصفيات الأفريقية انتهت، وتأهل 24 منتخب لخوض كأس الأمم الأفريقية في مصر من الفترة من 21 يونيو إلى 18 يوليو. طيب خلينا نقول المنتخبات اللي تأهلت مع بعض ال 24: مصر، السنغال، المغرب، مالي، الجزائر، نيجيريا، غانا، زيمبابوي، غينيا، أنغولا، غينيا بيساو، تونس، أوغندا، مدغشقر لأول مرة، الكاميرون طبعا الفريق الكبير، بوروندي لأول مرة طبعا بوروندي توصل كأس الأمم، بنين، كينيا، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار الفريق العظيم كوت ديفوار، موريتانيا لأول مرة، وناميبيا، وأيضا تنزانيا، وأيضا جنوب أفريقيا. علشان خلاص اكتمل الوفاض واكتملت القائمة لأول مرة كأس الأمم الأفريقية ب 24 فريق. يمكن ما حصلتش قبل كده 24 فريق يشاركوا في كأس الأمم الأفريقية، لكن أنا أعتقد فيها ميزة وفيها عيب. الميزة إن إحنا هنشوف ماتشات كتير وهنشوف صراعات كتير، وهيبقى فرصة لبعض المنتخبات اللي حتى متوسطة المستوى أو أقل من المتوسط إنها تتواجد في مثل هذه المحافل. زي ما قلت لكم أول مرة يتواجد منتخب مدغشقر وبوروندي وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية، لكن العيب إن ال 24 فريق أو ال 24 منتخب ممكن يدوا ضعف للبطولة شوية حتى في أدوارها الأولى، وبالتالي أنت ممكن في الأول تلاقي شوية مباريات مش متوسطة المستوى، لا دون المستوى، لكن إن شاء الله تكون بطولة مميزة، خصوصًا إن مصر هي اللي هتنظمها في 6 مدن مصرية، بأكد من الفترة ما بين 21 يونيو حتى 18 يوليو. والقرعة إن شاء الله هتكون 4-12 إبريل تحت سفح الأهرامات في مفاجأة، برزنتيشن بتعمل لكم مفاجأة جدا في القرعة يوم 12 إبريل تحت سفح الأهرامات، إن شاء الله يكون حدث يتكلم عنه العالم كله، فيه العديد من المفاجآت وفي بعض الحضور والشخصيات العالمية.
العالمية، أيوة العالمية، تكون موجودة إن شاء الله في حفل الافتتاح. يمكن هنتكلم مع بعض لاحقا في القرعة وفي التصنيفات وتقسيم المنتخبات، وفي الأغلب مصر هتكون مركز أول أو تصنيف أول، وبالتالي احتمالية القرعة نكون احنا موجودين مع مين ومين مع فين، هنتكلم في كل هذه الأمور، ولكن خلينا نتكلم فيها في وقت لاحق. لكن اللي أنا عايز أقوله إن المنتخب المصري هو مرشح من المرشحين الكبار للفوز بهذه البطولة. عندك فرق موجودة زي جنوب أفريقيا، زي أنجولا، زي كوت ديفوار، زي الكاميرون، زي المغرب، زي الجزائر، زي نيجيريا، السنغال، طبعا منتخبات كبيرة حضراتكم. أنا أشوف المنتخبات اللي أنا بتكلم عليها، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، أنجولا، جنوب أفريقيا، في فرق، وبالتالي اللي بيتكلم إن البطولة في مصر وهنكسبها صعب قوي، يجب ان يكون في جهد مبذول رهيب علشان الفوز بهذه البطولة. يعني من يتوقع ان البطولة ستكون سهلة؟ صعبة جدا جدا جدا، خصوصا كمان انها اول بطولة بمشاركة 24 منتخب. برضو من العلامات المميزة، وده يمكن اللي شفته شوية في الفترة الاخيرة، الصورة اللي نزلها وزارة الشباب والرياضة لاستاد القاهرة، ان بس مش التطوير في ارضية الملعب، ولا التطوير في المدرجات وفي المداخل وفي المخارج وفي الامور التنظيمية وحجز التيكتس الاونلاين، لا، واضح ان شاء الله بتمنى ان البطولة دي تكون نقلة مش بس لمصر على المستوى السياحي او المستوى التنظيمي، لا، حتى للرياضة وللكرة المصرية، ان كلنا نتعلم منها، كلنا نستفيد منها. ما هي دي مثل هذه البطولات اكيد ليها اهداف، في متطوعين هيشاركوا، في لجنة منظمة بقيادة محمد فضل شغالة تحت إشراف هاني أبو ريدة مدير البطولة، أو خلينا نقول مدير البطولة محمد فضل، لكن اللجنة المنظمة الرئيسية بقيادة هاني أبو ريدة، لكن في شغل، الشغل ده كله المفروض بيستفيد منه، والشغل ده كله بيتعلم منه، حتى من رعاة، من يعني سبونسرز، من ماركتينج وتسويق، من استادات، ملاعب، أمن، كل الأمور دي، مرافق، بنية تحتية، الحاجات دي كلها الحمد لله بتتطور، والحاجات دي كلها القائمين عليها بيشتغلوا عليها كويس عشان ينتهوا منها في نهاية أو قبل منتصف شهر مايو القادم، علشان نكون في وقت كافي قبل البطولة. ويمكن وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي كان ذكي جدا لما قال هنعمل تيست لكل حاجة، وهنعمل مباراة وكأنها مباراة رسمية على كل ملعب من الملاعب الستة، ونشوف من أول تحرك اللعيبة من الفندق للطريق للإقامة لغرفة خلع الملابس لوصولهم للدخول والخروج للاستاد، ومشاركة في مباراة، بعد المباراة لوحة الإعلانات، الساعة، كل الحاجات هيتم تجربتها في بروفة حية قبل كأس الأمم الأفريقية علشان ما يكونش فيه مفاجآت، ودي حاجة تحسب لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي. بالمناسبة عندي خبر من وزارة الشباب والرياضة هقوله لحضراتكم، بس استنوني دقيقة واحدة بس. فالمهم في كأس الأمم الأفريقية أن يتكاتف الجميع قبل هذه البطولة، وبيتكاتف الجميع من أول الأهلي والزمالك وكل الأندية المصرية لحد المسؤولين في اتحاد الكورة، لحد القائمين على اتحاد الكورة، وعلى الجماهير المصرية، وعلى اللجنة المنظمة، وعلى كل المسؤولين في الدولة، لأن بطولة زي بطولة أفريقيا نجاحها هيفرق معانا كتير. وأنا مش بتكلم إنه مش هيفرق مع مصر، لا، مصر نظمت مثل هذه المحافل الحمد لله، وكان ليها دور ريادي كبير، لكن انا بتكلم مع الرياضة المصرية. عودة الجماهير للمدرجات، انا متفائل خير ان شاء الله، بعد كأس الأمم الأفريقية خلاص هتعود الجماهير للمدرجات بإذن الله. ان شاء الله نتمناها فال خير على الرياضة المصرية، وبس مش مصر تنجح في تنظيم البطولة ان شاء الله تنظيميا واداريا، لا، ومنتخب مصر بقيادة اجيري يفوز كمان بالبطولة علشان يبقى نجاح فني كمان، ونحتفل ان شاء الله بعد نهاية كأس الامم بحسن التنظيم، حسن الاستقبال، وحسن الامور الادارية كلها، وكمان بالفوز بالبطولة. الخبر اللي عندي من وزارة الشباب والرياضة ان هيكون في اطول سلسلة بشرية تحت البحر، اطول سلسلة بشرية تحت الماء، ويمكن ده هيتعمل بطول حوالي 200 غواص، 400 غواص، انا اسف، 400 غواص، 400 غواص، عشان تخش موسوعه جينيس للارقام القياسيه كاطول سلسله بشريه تحت الماء. يمكن الرقم او ريكورد موجود للغطاسين الامريكان
386 غواص أمريكي عملوا أطول سلسلة بشرية تحت الماء، لكن إن شاء الله أعتقد مع احتفالات أعياد سيناء، تحرير أعياد سيناء إن شاء الله في شهر 4، هيتم تنظيم هذه الاحتفالية في إحدى المدن الساحلية. 400 غواص هيكونوا أطول سلسلة بشرية تحت الماء، تبقى حاجة حلوة نكسر بيها هذا الرقم القياسي وندخل بيها موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وده بيدي رسالة إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والقائمين على وزارة الشباب والرياضة بيهتموا بالألعاب البحرية وبالسباحات، وأيضا بيهتموا بمثل هذه الأمور التسويقية بشكل جيد. بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.